أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، تَخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا أركسوا فيها. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوا قتلوهم حيث
ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله.